كافيا معكم فقرات عالم الصباح، وصلنا للجمال بخصوص الجمال مع جين نصار. بليدة، أول شيء معروفة أنت بلبنان، كلهم بحبوك، إعلامية مشهورة، وصاحبتي أيام الطفولة، أيام المدرسة سوا. صح. سو مبسوطة كثير إنه كثير محمسة تيجي تعملي الأفات، مش بس لأنك صاحبتي، بدك تخبري المشاهدين ست مجتمع معروفة، بذات الوقت إعلامية محبوبة، حتى لو غبتي صار لك زمان عن الشاشة، بس ما حدا نسي وجهك وما تأثر بدليدا الحلوة. سو شو بدك تخبرينا؟ شو اللي حمسك تعملي الأفئة؟ أول شيء جين، أكيد يمكن مثل ما سبق وذكرت إنه كثير عالم ما بيعرفوا إنه نحن كثير أصحاب، ولكن الصحبة شيء والشغل شيء ثاني والثقة شيء ثاني. يعني أنا هون بالسنتر صار لي فترة، وفي كتير اشياء مهمة لكل النساء انه يعرفوها. بتصور اكيد بتدلعوني بتغنجوني، بس الاهم هو في ثقة، انه الاف اي لازم يكون في ثقة، الدكتور يلي عم يعملها لازم يكون موثوق فيه. انا تحمست لانه شفت النتيجة على عدة وجوه هون بالسنتر، خبرتوني كيف الطريقة، شفت انه الطريقه كثير رح بتكون بروفيسيونيل، سالت وين ما كان وتبين لي انه عن جد عم تعملوها بمهاره تامه وبمسؤوليه تامه، اهم شيء انه يكون في مسؤوليه. انا اليوم بس بدي اشتغل على نضاره وجهي، يعني حلو الواحد يضل في نضاره بوجهه، في ضوء بوجهه. انا ما فرقانه عندي التجاعيد، مع انه كمان بيشتغل على التجاعيد. هلا انت ما عندك وما عندك ترهل، اسم الله وجهك بجنن، محافظه عليه مثل مثلك، مع انه انا بشتغل فيه ليل ونهار. هلا الحلو انه الواحد اذا بيصح له ما يحط فوند التان ويكون عنده هالرونق هالبوبي بي هالبوز زهري، وتحت العيون يكون مرتاح اكثر، لانه بتعرفي مع الاولاد ومع التعب والشغل مع الوقت بده يتعب. هذا اللي حتفرق، انه تحسي وجهك رجع بنت أصغر 10 سنين، وبذات الوقت الرونق بعقد، وترجع تضلك على 10 سنين لعت لنا هم معقولة تطلع لك شي تجعيدة، معقولة يصير في رولاشمو يا ما ترهل بشي منطقة، ها بتل بريفنسيون. وها عشان هيك أنا بحمس كل البنات والستات ما يقولوا إنه إتس تو ايرلي، في منهم ببلشوا بالبوتوكس بال30 وبال35، ليه ما ببلشوا بالليزر بالاف اي من عمر، في منهم بيعملوها بال30 35، سو ال40 كثير كثير بعمر كثير مهم، حتى ما نشوف بال45 طلع لنا تجاعيد. شو رايك نبلش؟ رح نبلش، وانا بدي اشكر هالسنتر عن جد، منيح اللي في هيك سنترات جين، في منهم في كثير نسوان هلا عم يعني معتبرين انه اليوم عم نحكي لنحكي بس بكل صراحه، حلو الوحده تعتني بحالها، وعلنا انا ما عندي ولا اي مشكله. انت وقتها سالتيني قلتي لي بتحبي تطلعي على التلفزيون، قلت لك انا ما عندي مشكل ابدا، بس توصل هيدي رساله اعلاميه كمان، توصل انه في هيك شيء بيحسن ملامح الوجه عند النساء، وانا مع دائما المرأة تحافظ على جمالها، تحافظ على حالها، تحافظ على نضارة وجهها، بالنتيجة لإلها بس مش للعالم. في كتير مشاهير اجوا عملوها وما حبوا يحكوا ولا حدا يعرف. سو أنا مبسوطة وأنا رح أحكي ورح تشوفوني هلا وبعدين. أوكي، بنشوف الدكتور سوا. أهلا وسهلا فيكي. أنا كنت شرحت لك عن الإف إي سابقا. واهلا وسهلا فيك انه جاي اليوم. انا قبل ما بلش دكتور انسالت كثير قبل ما اجي لهون، انه شو الفرق بين البلو بيلينج والاف اي؟ البلو بيلينج عم تقيمي انت قشر، يعني الشقة الطبقه الخارجيه للجلد. الاف اي هي اهميتها انه بتوصل للطبقه الثانيه للجلد للدارم بدون ما تاذي اول طبقه، بتحفز الكولاجين بالجلد لمده 6 اشهر، بتنشط الدوره الدمويه. هول الشغلات مش موجودين بالتقشير،
بعدين بتفتت الميلانين مشان هي بتفيدنا بقصة الدبغات، وبتعمل اف اي قشر ناعمة. يعني اهمية الاف اي انه بتشتغل من جوا لبرا، يعني ما بتأذي الجلد اللي برا، لانه مربوطين يعني يمكن بيشتغل من برا لجوا، من برا لجوا، وبقيم الطبقة الخارجية يعني كلها بيأذيها. الاف اي بضل 70%، يعني الدراسات كلها بتقول والابحاث يعني 70% من الجلد تاع الوجه ما مؤذي، يعني بس 30%. بكره بنشوف كرويات على وجهك في نقاط فيهم، عم نشتغل على هالغمق، اكيد ما في وجع، ما في وجع ابدا. وراح تشوفي هلا اصلا لو في وجع يمكن شوي ضحكتك هيك بتمثل واحد. لا ما في وجع، لا ما في وجع على الاكيد. تقنيه ناعمه، حتى التقشير اللي بصير تقشير ناعم، يعني بكره بتشوفي بثالث يوم او رابع يوم لما تكون عم تغسلي وجهك بفت فت، يعني ما هالشقف السوداء اللي كنا نشوفها قبل وهالطبقات من الجلد اللي مش يعني شو ضريبتها؟ اول شيء نتيجه مضمونه، بس ولكن الضريبه الكبيره هي الخمس ايام خمس ايام بالبيت يعني ايام بالبيت. اي شغله، اي تقنيه اي تقنيه حديثه ومتطوره، يعني عم تشتغلي بتقنيه كتير متطوره يعني معادله للعمليات. وانا بهمني خمس ايام بالبيت واخذ نتيجه هيك لورا خمس سنين مينيموم، انا بدي خمس سنين يعني. انتوا وعدتيني باكثر. ان شاء الله عليك. أسابيع شو رأيك؟ كيف مرقتي بالأف اي؟ حبيتي؟ انزعجتي؟ انوجعتي؟ وشو الريزلتات اللي أخذني؟ بالحقيقة كل شيء تفسر لي هون صار معي ستيب باي ستيب، يعني كل المراحل يلي تفسرت لي مرقت فيها تدريجيا وتفصيليا وبكل وضوح، يعني كانت واضحت لي الصورة وضحت لي أكتر، بس صرت أمرق بالمراحل يلي قال لي عنها دكتور مشموشي وأنت جايين، وهالشي كمان عطاني ثقة أكتر. طبعا إحنا بنعرف ومثل ما رح يشوفوا المشاهدين هلأ أنه أنا نعمل لي الليزر، نعمل لي الاف اي، من وجعت بكل صراحة، من وجعت أنا اللي بخاف كتير، يعني أنا معروف عني أنه ببعد عن كل شيء بينكزني، فابدا ما كان في جنس الوجع. رحت على البيت، اول نهار وجهي كان لونه زهر، ثاني نهار احمر، ستيب باي ستيب يلي اعطيتوني اياه هون، ثالث نهار كمان احمر، رابع نهار بلش يفت على الغسيل، خامس نهار احسن، يعني للسادس نهار لشفت حالي عن جد عن جد انه بلش يروح كل اثر الاف اي يلي عملته. هلا من بعدها طبعا اكيد ما في شمس، وانا ضد الشمس ومني انا بهالاختصاص، ولكن انا بنصح الكل انه ما يتعرضوا ابدا للشمس، لانه هي الوحيده يلي بتاذي وبتضر الوجه ويلي بتعطي عمر. حاسه باكلة، يعني المراه يلي بدها انه يمكن ما عندها مشكل بوجهها مثلي، ما عندها مشكل بالبشره تبعها، وانا ما بعاني من ابدا من مشاكل ببشرتي وكل العالم بتعرف، ولكن
الإكلاء يلي حصلت عليه هلأ بظرف 3 جماع أنا مقتنعة فيه ومبسوطة فيه قد الدنيا. البشرة تبعي صارت جن أكتر، يعني رجعت 10 فيه. ودايما هيك بحس بشي غريب عم بيصير جوا، شيء اللي كمان تجدد بيتجدد الكولاجين، دايما الكولاجين عم يتجدد وبيضل يتجدد من هلا ل 6 أشهر. انا ناطره نتيجه يعني نحن هلا شهر بالنسبه لنا اخذت ريزولتا، نحن بنقول 10% لانه على 3 اشهر 80%. انا حاسه انه مبسوطه لدرجه انه بقوم بغسل وجهي، بحط البروتكسيون تبع الشمس وبظهر ومبسوطه ومني بحاجه ابدا ابدا لا لا لحط شيء على وجهي ليعطيني اكلا او لاشراقه او لشيء، هيك مبسوطه بحالي وكثير كثير كثير يعني عن جد لاول مره بحس انه عملت شيء لوجهي واخذت نتيجه بلا مبالغه. جين عن جد الكل عم بيشوفوا فرق انه في اكلا. هلا في منهم مثلا بيقولوا لي انت ما في عندك مشكله دليده بوجهك، ما في تشعيب، انه انت منك معيار لهيدا الشيء، بس انا بقول لهم يلي بيعرفني اوكي انا ما عندي مشكل، بس انا كان عندي ما في لمعه بوجهي، انا ما في لمعه بوجهي، ما في رونق. رونق الشباب اكيد بيروح، يعني وين بدنا نخبي كلنا، ما فينا نضحك على حالنا. وانا ضد الميك اب، يعني انا معروفه انه انا ما بحب لا الميك اب ولا حط ميك اب وكتر على وجهي. الاف اي اجت على القد وما خفتي؟ ما خفت لا، لانه كان عندي ثقه فيكم. لو ما عندي ثقه يمكن كنت بخاف. شو بتنصح الستات اللي من عمرك؟ يلي من عمري يعني في كثير بيقولوا لي اصغر مني كمان، في كثير بيفتكروا انه لا لازم نوصل لل 50 و60 حتى نعملها. انا برايي انه كل ما تاخروا لا يعملوها كل ما لقيوا نتيجة أقل، هيدا معروفة يعني. فأنا بنصح كل وحدة حتى لو أصغر مني، يعني فيها ابتداء بتصور من 25 سنة وما في أبدا ولا أي ريسك، وأنا مسؤولة وأنا مسؤولة. دليدا حبيت اكيد انتو كمان حتحبوا. رح نتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعده بدنا نحكي عن حشريه الاولاد اللي مش موجوده بس يعني عند الكبار، كمان الاولاد موجوده عندهم اكثر. بنعرف مع مايا بولادها بالدنيا، بس بعد الفاصل الاعلاني.